السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة والتي نستعرض فيها ومعكم ومن خلالكم أيضا مشاهدينا الكرام أبرز ما جاء في صحافتنا الرياضية المحلية من أخبار وتعليقات، بالإضافة إلى كل ما كتب في الأحداث الرياضية في صحافتنا الرياضية المحلية لهذا اليوم، ومن خلال هاشتاج البرنامج أيضا يمكنكم المشاركة معنا في طرح أسئلتكم وآرائكم وأيضا التعليق على المواضيع التي اخترناها في حلقة هذا اليوم من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن. البداية مشاهدينا الكرام نتعرف على ضيوفنا الكرام قبل أن نتعرف على عناوين هذه الحلقة بالإضافة إلى المنشطات التي اخترنا لكم. ضيوفنا في هذه الحلقة معي في الاستوديو الزميل ناصر الغربي الإعلامي الرياضي، حياك الله أبو الوليد. حياك الله أخي خالد، أمسي عليكم على مشاهدي القناة الرياضية وإن شاء الله نقدم لهم حلقات تثري ذائقتهم. أيضا ترحيب موصول بالزميل حسين الشريف الإعلامي الرياضي من جدة، حياك الله أبو خالد. الله يبارك فيك، امس عليك اخوي خالد ومس على ابو الوليد وعلى مشاهدين برنامج عالم الصحافه، واتمنى ان تكون يعني حلقه مستوى الذوق العام باذن الله تعالى. امس على ابو خالد، بس انا خليتك تعرف فيها اخوي خالد. امس عليك يا اخوي حسين وكل عام وانت بخير حبيبي، وانا وياك طيب. انا وياك مشتين اليوم وخالد مصيب مبان علينا يعني سخن من بدايه البرنامج يعني. هو عموما حراره لقائكم يعني هي اللي مدفي علينا الجو داخل الاستوديو، مو بنا الحال يعني اللي مصيف، كل الشباب اللي موجودين في الاستوديو مصيفين، حتى مشاري شوف يأشر. طيب ابو خالد ما دام حياك انا بستاذنكم مشاهدي الكرام بسال ابو خالد ابو الوليد سؤال. ابو الوليد طبعا انت منقطع عن الشاشه من فتره طويله، طبعا واحد من الشباب طلب مني ان اطرح عليك السؤال هذا ولا تتجاوب بايجاز، وين كل هالفتره اللي انت انقطعت فيها؟ والله موجود انا، بس يمكن القناه الرياضيه كان هناك من لا يستسيغ وجود ناصر الغربي في القناه الرياضيه، فبالتالي حسب معلوماتنا اوعز للمعدين في القناه الرياضيه السعوديه بعد استضافه ناصر الغربي، وهذا في الاخير يعود لهم، متواجد في القنوات وفي الاذاعات، وجهته للدعوه، سعيد بتواجد في القناة الرياضية، ليس لدي أي أجندة معينة مع أحد في القناة الرياضية، بالعكس زملاء وأخوان، لكن لكل شخص أحيانا لما يكون في المنصب آراء خاصة قد تسيء لمنظومة العمل أو قد تبعد هذا وتقرب ذاك. أنا من وجهة نظري أنها وجهة نظر خاصة ونحترمها، أعتقد أن الموجودين في القناة الرياضية يعني لا يلون جهدا في تقديم كل ما يخدم القناة الرياضية، وأنا أعتقد أنك من الضيوف المحببين، وما أعتقد يعني أنه في أحد من الممكن أن يملي على المسؤولين في القناة الرياضية أنكم تبعدوا فلان أو تقرب، قد يكون كان مسؤولا في القناة الرياضية ممكن، لكن أنا ممكن أختلف معك كثير في النقطة هذه أبو الوليد. مشاهدينا الكرام بعد أن تعرفنا على ضيوفنا الكرام نتعرف على المنشط الخاص بهذه الحلقة والذي جاء في ثلاث صحف. في فقرة منشط في صحيفة الرياضية، نادي وج في رده على الشهري يرفض قيود المدافع العمري، وكيل لاعبين نصراوي يدرب المنتخب. وفي صحيفة النادي، مهند يتدرب بقناع، وضع الهجوم يخوف، وابو سبعان يطلب الإعارة او الرحيل. طبعا في صحيفة الرياضي في ثلاث منشطات، الزويهري كلاسيكو الهلال لن يحدد بطل جميل، والاتحاد يدشن حملة 60,000، الثلاثي بدون راحة، والمدرب يدرس عودة الأسد، وأيضا كلهم ضد العالمي، نصراوي يطرح نظرية المؤامرة، والفريدي يؤزم موقف كنافارو. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. ناصر، ثلاث منشطات قرأناها أو مجموعة منشطات في الصحف الأولى في ثلاث صحف،
النادي الرياضية الرياضي ايش تعليقك؟ كلها جميلة، جميل انكم تعطون المشاهد الصفحات الاولى للصحف الرياضية. اتمنى ايضا تسلطوا الضوء على الصفحات الاقسام المتخصصة في الصحف العامة سواء في الرياض او الجزيرة او الوطن او عكاظ او الشرق او اليوم، اعتقد انها يعني تستحق ايضا تسليط الضوء عليها. عناوين مثيرة. انا اكثر ما شدني يمكن رئيس النادي الاهلي حديث ان الكلاسيكو لن يحسم الدوري بكل تاكيد، يعني مواجهه مرتقبه بين الهلال والاهلي منعطف مهم لكل الفريقين، لكن بكل تاكيد الدوري طويل، وان كان لو نجح الهلال في الفوز سيوسع الفارق مع الاهلي الى 6 نقاط، لكن هذا لن يحسم الدوري. اعتقد انه يعني تصريح ذكي من رئيس الاهلي حتى يبعد الضغط والشحن النفسي للاعبيه. يمكن شاهدنا البيت الاهلاوي في صراعات اعلاميه، في تصاريح، في ضغوطات. اعتقد ان الرئيس النادي الاهلي يذهب الى اخراج اللاعبين من هذا الجو، قد ينجح في تهيئه لاعبيه بشكل جيد، وقد يواصل الاهلي مسيرته في تحقيق عدم الخساره في الدوري، وقد ينجح الهلال في ايقافه، لكن في كل الحالات انا اعتقد ان التصريح ذكي من رئيس الاهلي. طيب ابو خالد، المنشط اللي اختاره ابو الوليد كان في صحيفة الرياضي حول حديث الزوهري عن كلاسيكو الهلال، وذكر انه لن يحدد بطل دوري جميل. ايضا انا بسألك عن منشطين في الصحيفة او في الصفحة الاولى في الصحيفة الرياضية، وكيل لاعبين النصراوي يدرب المنتخب، طبعا هذا فيه اتهام من نادي وج للكابتن سعد الشهري الذي يدرب ناشئي او الفئات السنيه في نادي النصر، وايضا هو سابق مدرب المنتخب، وهو ايضا يدرب المنتخب الشباب اعتقد، استغل وجوده كمدرب بالتعاقد مع لاعبين من انديه اخرى لصالح نادي النصر. ايضا المنشط الثاني يتحدث عن اتحاد القدم يحدد حكام الكاس. حقيقه يعني انا ودي ارجع لموضوع الزويري قبل ما اتكلم عن المنشتات الاخرى. لا شك المباراه لا تحدد يعني بطل الدوري، لكن في حاله فوز الهلال سوف تضعه يعني مرشح بدرجه كبيره جدا. لو فاز الهلال على الاهلي ربما تكون يعني احنا اعتدنا في السنوات الماضيه ان الذي ينهي الدور الاول بفارق شاسع من النقاط يعني هو المتصدر وهو البطل بنسبه 90 الى 95%. بالتالي المباراة هذه في غاية الأهمية للفريق الأهلاوي إذا كان لديها الرغبة في منافسة الهلال، لأن في حال فرق فوز الهلال وعمل فرق 6 نقاط بينه وبين الأهلي حتكون هناك صعوبة. إحنا العام الماضي كان النصر بنفس الفارق مع الأهلي استطاع إلى نهاية الموسم أن يحافظ على هذا الفارق وانتقلص لنقطتين، لكن كان عامل يعني إيجابي للفريق، وفي نفس الوقت حيكون عامل ضغط نفسي كبير على الفريق المنافس اللي هو الأهلي. فالأهلاوية لا ينظر إلى المباراة بالفعل أنها ما هي تحدي بطل الدوري على اعتبار بعد الضغوطات النفسية، وإن كنت أنا شخصيا أرى أن لعيبة الأهلي يعني يعانون من ضغط نفسي كبير جدا، الجهاز الفني، اللاعبين، بسبب الإعلام الأهلاوي الذي أحاط بالفريق نوع من التوتر، أحاط نوع من الإشكاليات، وضع الحكام خصم أمام كل لاعب، بالتالي أي لاعب أهلاوي يخرج عن طوره في أقل احتكاك في أي تصرف، لأنه الصورة الذهنية لديه أن الخصم ليس الفريق المنافس إنما الخصم الحكم، بالتالي هذه الصورة تكبر من مباراة إلى أخرى، وبدأ الأهلي يدفع ثمنها داخل الملعب. شاهدنا طيب. والدليل عمر سومة، يعني لاعب خلوق طول السنتين الماضية خرج عن طوره في تصرف صغير جدا. هذه الضغوطات النفسية أنا أخشى على الفريق الأهلاوي، الفريق المميز داخل الملعب، العناصر الجميلة جدا، يكفي أن الأهلي منه 8 لاعبين في المنتخب. هؤلاء الفريق هذا أنا أخشى عليه من الإعلام ومن الضغط الجماهيري من أجل تحقيق الدوري. طيب الأفضل يعني هو تصرف جميل لحد ما من الزوهري، لكن لا يكون هدف. طيب أبو خالد، احنا فيه خبر عن النادي الأهلي وعن مباراة الأهلي والهلال في عناوين الرئيسية لهذه الحلقة، لكن أنا بودي أنك تعلق على المنشطات بشكل سريع. نعم، بالنسبة للمنشطة وكيل أعمال يدرب المنتخب. نعم، أنا أشوف أن في توظيف مهني من قبل الصحيفة لهذا العنوان بناء على ما ذكر من على نادي وج، يعني العنوان صراحة كان في قمة العمل المهني. بغض النظر هو عملية ربط بين النادي وبين اللاعب وبين حديث منسوب لنادي آخر،
فعلى مستوى المهني الصحافة المهنية هذا أنا أشيد فيه، لكن محتوى هذا الخبر يتحمل جزئيته اللي هو المدرب أو منسوب أو نادي وجه بشكل عام في تصريحاته اتهامات أن هناك تفاوض من قبل المدرب المنتخب لنقل اللاعبين، وأنا حقيقة لا أستبعد أي شيء يصير منتخبات السنية، لأن السنوات الماضية كانت تحدث مثل هذه المواضيع، شاهدنا كثير من اللاعبين ينتقلون من خلال منتخب الشباب والناشئين للفرق، شاهدنا أيضا يعني في حادثة سابقة وأنا كنت واقف عليها ومتأكد منها، مدرب أحد منتخبات الفئة السنية كان يتكلم مع اللاعب إذا ما وقعت مع وكيل أعمال معين لن تلعب في المنتخب، بالتالي ما يحدث في منتخبات السنية يجب على الاتحاد السعودي أن يأخذ في الأمور يعني متابعة ومراقبة لما يحدث داخل معسكرات المنتخبات السنية في هذا الجانب، فأنا أتمنى أن لا يكون صحيح الكلام هذا، لأن في النهاية متضرر الكرة السعودية والمتضرر المدرب الوطني، لأن حقيقة جميع المدربين الوطنيين يطالبون فرصة، وإذا كان هذا كلام صحيح فهو يسيء لجميع المدربين الوطنيين، لكن من ناحية عمل صحفي أنا حقيقة رفع القبعة على العنوان. طيب فيما يتعلق بالعنوان الثاني، لو تذكرني بس العنوان الثاني الله يعطيك العافية. اتحاد القدم يحدد حكام الكأس. لا شك يعني أمر روتيني الاتحاد السعودي يحدد حكام مباراة الكأس، لكن لو في حالة يعني تواجه فريقين كبار كالأهلي والهلال أو الاتحاد والهلال أو الشباب أيضا في مباراة نهائية، هل سيعمد الحكم المحلي أو أن هناك مطالبات بحضور حكم اجنبي لهذه المباريات؟ فانا اتصور انها عنوان يعني عادي جدا صراحه. طيب اذا نختم هذه بس بعلق على طيب. قضيه اتهام مدرب المنتخب بإجازة. اعتقد انه يعني موضوع خطير جدا، يعني الكابتن سعد الشهري مدرب مميز واثنين على في عمله مع الفئه السنيه في النصر وتحقيقا انجازات العام الماضي، ايضا عمله مع المنتخب الشباب كان مميز جدا، لكن قضية الاتهام انه يعني يفاوض لاعبين يمكن هذا يذكرنا فترة سابقة ايضا اتهم بعض الهلاليين او بعض الاتحاديين او بعض الهلاويين في خلال عملهم في الفئات السنية بانهم ينقلون لاعبين او يفاوضون لاعبين لنقلهم لانديتهم الاصلية، وبالتالي اعتقد ان اتحاد القدم مطالب بفتح تحقيق في هذا الامر سواء في ادارة نادي وج او حتى مع الكابتن سعد الشهري لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام، لأن أمر خطير جدا عندما توكل لك مهمة وطنية يجب أن تبعد الميول. يمكن شاهدنا أمس حديث الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعندما سئل عن مشاكل اتحاد القدم والنادي الأهلي قال أنا أحد أبناء النادي الأهلي ولكن هناك نظام يجب أن يخضع الجميع إليه، فبالتالي يعني أتمنى يكون فيه توضيح وتحقيق في هذا الجانب. أنا مع حسين عنوان يبيع الزملاء في القناة الرياضية نجحوا في شد الرأي العام بهذا العنوان. طيب اذا نقفل فقره مانشيت مشاهدي الكرام وننتقل الى العناوين الرئيسيه التي اخترناها لكم في هذه الحلقه. في صحيفه الرياضيه اكد حق النواصر في الترشح لرئاسه الاتحاد احمد عيد خلافي مع الاهلاويين هامشي، اخترنا البابطين ولا يهمني حسابه، اللذيذ ليس المرشح الوحيد للرابطه. في صحيفة اليوم كشف قصة هاورد ويب المهنة المال سبب عدم الاستعانة بالحكم الخامس. وفي صحيفة الوطن الزعيم يستعيد العابد وخطة سيدني تجهز القلعة. وفي الصحيفة الاقتصادية مندوب الاتحاد ينتظر تسوية الخلاف بتركا مفروض بعشرة ملايين. و
وفي صحيفة الجزيرة فهد بن خالد يسأل لحل الأزمة المالية، الشباب يقترب من حسم صفقة فينيسيوس والمصابون في طريقهم للعودة. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في أول عناوين هذه الحلقة في صحيفة الرياضية. أكد حق النواصر في الترشح لرئاسة الاتحاد أحمد عيد خلافي مع الأهلاويين هامشي، اخترنا البابطين ولا يهمني حسابه، واللذيذ ليس المرشح الوحيد للرابطة. طبعا وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد ما يحدث بين اتحاد القدم والنادي الأهلي بالخلاف الهامشي واختلاف وجهات النظر بين كيانين مكملين لبعضهم البعض، مؤكدا أن أي مجال يكون فيه نقاش حضاري يجب أن يعم الجميع. وأشار عيد خلال افتتاح الملتقى الأول للمدربين الوطنيين إلى أنه ابن من أبناء النادي الأهلي الداعم القوي للرياضة السعودية، وأنه ما زال يدين له بالفضل بعد الله فيما وصل إليه. وأرجع رئيس اتحاد القدم تأخر تأسيس لجنة الأخلاق والقيم بالاتحاد إلى عدم وجود كفاءات تخدم الرياضة في هذا المجال، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الانتهاء من مركز التحكيم الرياضي الذي أعلن عنه الرئيس العام لرياضة الشباب الأمير عبد الله بن مساعد الأسبوع الماضي، ومن ثم سيعلن عن عمل لجنة الأخلاق والقيم. وشدد عيد على اعتماد المكتب التنفيذي لاتحاد القدم على عدة معايير لاختيار رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد البابطين، منها التخصص والكفاءة والعمل الإداري الناجح، مبينا أن هذه المعايير توفرت في البابطين الذي قدم سيرته الذاتية كاملة، واتفق المكتب على أهمية اختياره والاستفادة من هذه الكفاءة. وأكد عدم اهتمامه بما غرد به البابطين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيما يخص الأندية وتأثيره على السيرة الذاتية المرشح، خاصة بعد انتشار تغريدات سابقة للبابطين عن الهلال والنصر وغيرهما من الأندية. وقال لم أنظر إلى تويتر أبدا ولم أتابع أي تغريدة لأي شخص، وإذا كانت هناك تغريدات فلا يعتمد عليها في السيرة الذاتية، بل الاعتماد يكون على كفاءة الشخص والبابطين صاحب كفاءة. وعن الأنباء التي تشير إلى ترشح سعد اللذيذ رئيسا لرابطة المحترفين قال اللذيذ صاحب خبرة وفكر عال ولكنه ليس المرشح الوحيد، وهناك جمعية لأندية محترفة لها الحق في الاختيار. وتطرق عيد إلى ترشيح محمد النواصر لرئاسة اتحاد القدم وقال النواصر كفاءة لأي مجال رياضي يعمل به ومن حقه الترشح. طبعا هناك لقاء أجراه الزميل أحمد بومسمار مع الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتابع هذا الحوار وبعدها نعود لضيوفنا الكرام للتعليق على الخبر وعلى الحوار الذي أجراه الزميل أحمد بومسمار. أولا التعيينات ليست تعيينات ولكن بناء على كفاءة الشخص وبناء على سيرته الذاتية وبناء على خبرته يتم ذلك. إن كان أحد ليس لديه الشفافية والوضوح في بعض الأمور فنحن واضحون وشفافون، هناك معايير قدمت وكل الكفاءات التي عملت كفاءات سعودية ولا بد أن تأخذ فرصتها، نجاحها إن شاء الله نجاح شامل ومضمون، خاصة وأن خلفيتها خلفية جيدة ولديها الطموح بأن تقدم شيء يشفع لها في هذه المراكز. ماذا يحصل بين الاتحاد السعودي وفريق الأهلي السعودي؟ لم يحصل شيء، النادي الأهلي نادي كيان ويعتبر داعم قوي لرياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وعندما يكون هناك خلاف هامشي بين الكيانين أنا أعتقد أننا وصلنا إلى قناعة بأننا مكملين بعضنا البعض، وإذا كان هناك أي مجال للنقاش فنحن موجودون، التحاور والحوار حضاري يجب أن يعم، ونحن قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة للنادي الأهلي ولأي نادي سعودي يجد أن هناك في خلاف بينه وبين الكيانات. في نقطة سوت مشاكل بشكل كبير في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي من الإعلام الأهلاوي، تحدث بأن الخطاب المرسل للفيفا من الاتحاد السعودي كان هناك كلمات بذيئة تخص النادي الأهلي، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا هناك لجنة قائمة الآن برئاسة الأخ صالح الخضر، وهذه اللجنة تدرس هذا الأمر، وعندما تنتهي إن شاء الله من جميع دراساتها ومن جميع من لقاءاتها أنا أعتقد لكل حادث حديث. شفت الخطاب بس عشان المشاهد يكون أنا لا أتحدث عن خطاب، أنا أتحدث عن لجنة، ولجنة قائمة وموجودة الآن
وان شاء الله بعد ما تنتهي اللجنه. انت رئيس الاتحاد السعودي. انا رئيس الاتحاد السعودي، ولكن اتكلم عن قضيه منظوره، والقضيه المنظوره في يد المحامي صالح الخضر. النواصر يمكن النائب هو بكل تاكيد ربما نسمع بانه سوف يكون مرشحا للاتحاد السعودي في الاربع سنوات القادمه. يسأل فيها الأخ محمد، لم يصلنا أي شيء في هذا الأمر، وهناك ستكون لجنة للانتخابات بعد انتهاء فترة الاتحاد السعودي الحالي، وللكل الحق في تقديم أوراقه. والأخ محمد النويصر كفاءة وكفاءة رياضية عالية المستوى، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، ولكن في عالمنا العربي الخليجي، وقد تصل إلى أبعد من ذلك بكثير. سؤال الأخير أبو رضا، وأسف على الإطالة، ممكن نشوف أبو رضا أربع سنوات قادمة؟ أنا أتحدث إلى قناة سعودية، وأتحدث إلى قناة رائدة وقناة الوطن. أحمد عيد وغيره من أبناء هذا الوطن يكنوا كل الاحترام وكل التقدير لما يقدم لهم من دعم، سواء الدعم الحكومي أو الدعم الخاص أو الدعم الإعلامي من قناة رياضية. أنا من خلالكم أقول أننا ابن، وأتشرف بأن أعمل، وإذا كان هناك مجال لأن أن أستمر أربع سنوات قادمة ودعم، فما زلت قادر على أن أقدم. إن لم يكن ذلك فأنا سأستمر في دعمي لرياضة المملكة من مرافق أخرى كثيرة. طبعا شكرا للزميل احمد ابو مسمار على هذا الحوار الجميل، وشكرا للاستاذ احمد عيد على صراحته وشفافيته من خلال هذا الحوار. طبعا المتابع لما جاء في الصحيفه والحوار، يعني الحديث دار حول نفس المواضيع والامور. طبعا باخذ راي الزميل حسين وبعود للزميل ناصر. ابو خالد، يعني تابعت الخبر وتابعت الحوار الذي دار مع الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الذي اجراه الزميل احمد ابو مسمار، تعليقك؟ بلا شك، يعني كما تعودنا احمد عيد دائما يعني طرحه يعني جميل وشفاف، واعتقد تكلم في امور يعني بكل صراحه ومصداقيه في الجانب هذا، سواء كان على مساله ترشيح محمد النويصر لفتره قادمه، ولا انا اتفق تماما مع ابو رضا ان محمد النويصر من الكفاءات الوطنيه الرياضيه المميزه. كانت له بصمه في كل المجالات التي عمل بها، عمل رئيس للنادي وعمل اداريا، والان يعمل رئيس رابطة الدوري المحترفين، وأيضا كان له تأثير كبير فيما وصلت إليها الرياضة السعودية والاحترافية تحديدا، والنقلة النوعية التي ساهمت وضعت الدوري السعودي على هرم الدوريات الآسيوية. وأنا حقيقة أتمنى يكون محمد النويصر هو الرئيس القادم للاتحاد السعودي لما يملكه من خبرة كبيرة في هذا الجانب. أنتقل لموضوع آخر، وهو موضوع علاقة الاتحاد السعودي بالنادي الأهلي. لا شك انها علاقه تكامليه، واتمنى ان يكون هذا الشعور متبادل من الجانبين، لان احنا شاهدنا الفتره الاخيره هناك احتقان كبير من طرف النادي الاهلي وتحديدا الاعلام الاهلاوي اتجاه الاتحاد السعودي، وضعوه في موقع الخصم في العلاقه في هذا الجانب، بينما الاتحاد السعودي يتكلم عن انظمه وقوانين ولوائح كنت اتمنى ان تفعل وان تكون مطبقه. واذا كان هناك في اخطاء، ولا شك ان في اخطاء في الاتحاد السعودي، انا لا ازكي الاتحاد السعودي على وجود اخطاء، لكن طرق المعالجة تختلف من نادي لنادي ومن اتحاد كرة. يجب أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر بين الأخوان في إدارة النادي الأهلي والجلوس مع الاتحاد السعودي عن طريق الرئاسة العامة. أيضا لابد أن تبعد مفهوم مصطلح المؤامرة في هذه العلاقة أو سوء النية. طيب أبو خالد، أنا بتوقف عند النقطة هذه. أنت ذكرت أن هناك نقاشات دارت بين الإعلام الأهلاوي وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه النقاشات او هذه الاراء والتوجهات التي كما ذكرت يعني كانت من الجانب الاعلام الاهلاوي، اليست تمثل وجهه نظر الاداره الاهلاويه؟ لا، من الاداره الاهلاويه. حسين معليش انا بالداخل، اسمح لي ابو خالد، حتى من الاداره الاهلاويه، يعني شهاده تصريح النائب الرئيس، شهاده تصريحات للاداره الاهلاويه. نعم هذا توجه، شهاده الحديث توجه رئيس المركز الاعلامي في النادي الاهلي. الحديث مو بس الاعلام الاهلاوي. نعم خلينا نسمع. تفضل ابو الوليد. تفضل. هو توجه اهلاوي جديد في للموسم هذا، يعني هم في تصور يعني لدى غالبيه الجمهور ولدى غالبيه الاهلاوي ان البطوله تحقق الا بالصوت العالي، فبالتالي كان هناك تجيش اعلامي من قبل توجه اداره النادي الجديده في هذا السياق.
يعني لو تسأل الجمهور تقول النادي الأهلي كان نادي راقي في تخاطبه، كانت لغته راقية، كان يقول لك ما عاد أبغى هذا اللغة، لا عاد أنا أبغى بطولة الدوري بالطريقة التي بأي طريقة تيجي أبغى بطولة الدوري. فهذا التصور بسبب إيش؟ بسبب الضغط الإعلامي. الإعلام ضغط على إدارة الأهلي إلى خضوعها لمثل هذا لهذا التوجهات. لا لا سياسة إدارة، لا لا ما لا سياسة إدارة، يعني إحنا شاهدنا قلت لك يعني لا لا. رئيس المركز الإعلامي طلع في أكثر من برنامج. لا لا يا أبو الوليد أنا ما أتكلم عن أشخاص بقدر ما أتكلم هو توجه من بداية الموسم. حتى نائب الرئيس لما طلع طلع استجابة للضغوط الإعلامية، ما طلع عن قناعة أن فعلا الأهلي مظلوم في هذا الجوانب كثيرة. لا شك أن هناك أخطاء، أخطاء بحق النادي الأهلي، أخطاء تحكيمية، أخطاء من لجنة الانضباط، أنا أكيد أن في أخطاء، لكن طرق المعالجة، ردة الفعل مبالغ فيها كثير. طيب. التصور لدى كل أهلاوي الآن أن الاتحاد السعودي هو الخصم الحقيقي لهذا النادي، أن النادي الأهلي لا يمكن حقق بطولة في وجود هذا الاتحاد السعودي، رغم أنه في سنين كثيرة الأهلي ما حقق الدور، ما كان فيه موجود الاتحاد السعودي. إذا الضغط الإعلامي، الضغط الإعلامي الذي مارسه بعض الإعلاميين الأهلاويين، يعني وبالذات الذي يبحث عن مجد شخصي لحساب النادي الأهلي، في كثير من الاعلاميين الاهلاويين يبحثون عن مجد شخصي. طيب في هذا يعني المعركه عشان نقفل الموضوع، انت ترى ان الضغط الاعلامي هذا اللي منصب على اداره النادي الاهلي بهدف تحقيق بطوله ايا كانت، يعني هو منصب عفوا يا اخوي خالد هو منصب على اللاعبين وليس منصب على الاداره، لان طيب الاداره تشارك الاعلام في هذا الجانب. طيب هل هو اللاعبين، هل هو في محله، يعني هل هو صحي بيخدم النادي الاهلي؟ لا لا شك انه ما يخدم النادي الاهلي، واتوقع في اي اول هزيمه من النادي الاهلي تشوف امور كثيره. انا شخصيا من خلال علاقاتي الشخصيه اللعيبه متضجرين من الضغط النفسي اللي يعانون منه، اللاعبين يتمنون من الاعلام الاهلي يخف شويه عشان اللاعب يقدر يعطوا في الملعب. طيب الوضع الحالي للنادي الاهلي وضع يسير للانفجار داخل طيب النادي في حاله ان عدم تحقيق بطوله الدوري، لان هناك في شحن كبير للجماهير اتجاه اللاعبين اتجاه المدرب، هناك ناس تطالب كثير ببعاد قروس، هناك مطالبه كثيره ان الخصم الحقيقي للنادي الاهلي هو الاتحاد السعودي ولجانه. طيب. هذا التصور اتوقع شخصيا ان الفريق كلاعبين المميزين في النادي الاهلي حيدفعون ثمنه. طيب النقطة الأخيرة بس تسمح لي يا أبو الوليد، تفضل بإيجاز حبيبي. النقطة الأخيرة بالنسبة لحديث أحمد عيد، قال نقطة حقيقة أنا وقفتني كثيرا، يعني يعني مسألة يقول لك لم نجد الكفاءة الآن في من يرأس القيم الأخلاق الرياضية والقيم، يعني لهالدرجة الوسط الرياضي لا يوجد شخص مؤهل أن يرأس لجنة الأخلاق الرياضية؟ بالعكس هذا وسط رياضي فقيرا، هذا مؤشر خطير، هذا موضوع خطير جدا صراحة. طيب جدا هذا موضوع يعني خطير، المجتمع الرياضي كله ما في احد يستطيع ان يمتلك امكانيات وقامات في الاخلاق الرياضيه والقيم، لكن طيب لو جيت الجانب التعصب ربما تلقى مجموعه كبيره في هذا الجانب. فهذه النقطه حقيقه انا لفت نظري في حديث الاستاذ احمد عيد الذي انا اصفه ان حديث كان شفاف جدا. ما سترشح احمد عيد انا صراحه ماني مؤيده، احمد عيد كان يعمل وسط جو يعني مأبوء صراحه. طيب ابو الوليد انت تقول جو موبوء، يعني معناته ان الاستاذ احمد عيد كلامه منطقي، ان يعني عدم وجود كفاءات للقيم والاخلاق في الوسط الرياضي هي ما تدفعهم لعدم وجود رئيس. انا اعتقد ان المشكله ما هي مشكله عدم وجود كفاءات، عدم تقبل الوسط الرياضي، اعتقد التعصب يعني ضرب في جذور الرياضه السعوديه. يمكن قبل يومين سمعنا عن طعن لاعب في وادي الدواسر في مباراة فريقين في المناطق، وبالتالي أعتقد أن المشكلة كبيرة جدا. أعتقد أن عدم تقبل الآخر هي الإشكالية. لكن برجع لحسين وقضية النادي الأهلي، أنا أعتقد أن التجيش صادر من الإدارة الأهلاوية ما هو من الإعلام، يعني الإعلام كان أداة، كان أداة، يعني الإدارة الأهلاوية استثمرت الإعلام الأهلاوي أو أو وجهته ليضغط على اتحاد القدم على اللجان، ظهور بصورة الضحية والمظلوم، كل هذه الأمور أعتقد الإدارة الأهلاوية هي التي وقعت في الفخ. طيب وهي اللي تدفع ثمن الفريق. طيب ما دامك تحدثت بالشفافية هذه، يعني الإدارة عندما تجيش الإعلام الأهلاوي ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذا المقصود فيه أحمد عيد كشخص محسوب على الأهلاويين بحكم أنه كان لاعب في هذا جزء من هذا جزء من في النادي الأهلي، أم على الاتحاد السعودي لكرة القدم برمته؟ لا كله، يعني في اللجان متعددة. ممكن الإدارة الأهلاوية يعني انساقت خلف بعض الأندية في السنوات الماضية، تستخدم وسائل الإعلام أو إعلاميها في الضغط على اللجان في توجيه الرأي العام، في الضغط على الحكام، في الضغط على لجنة الانضباط، لجنة الاحتراف وخلافه، وبالتالي آمنت بهذا الأمر وبالتالي ذهبت في هذا الاتجاه، وبالتالي الإعلام الأهلاوي هو صار أداة من أدوات
العمل في الإدارة الهوية. أنا أختلف مع حسين أن هناك إعلاميين يعني استغلوا هذا الأمر للبروز أكثر. لا، هي خطأ إداري، خطأ إدارة نادي في تصريحات مدير المركز الإعلامي، يطلع ويكل اتهام بشكل كبير في عدة برامج، نائب الرئيس يطلع ويصرح. أيضا شاهدنا بعض الحديث لبعض اللاعبين، شاهدنا النرفزة في المباريات. كل هذا أخطاء إدارية. طيب أبو الوليد، يعني خلينا من الأهلي وأحمد عيد الآن. أحمد عيد من خلال هذا التصريح الذي جاء في صحيفة الرياضية، أيضا من خلال اللقاء الذي أجراه مع الزميل أحمد المسمار، هل ترى شفافية في كلام أحمد عيد؟ بكل تأكيد، يعني برضه يعني تحدث بكل، جاوب على كل الأسئلة، حتى يعني لما سأل الزميل أحمد إنه يعني طنا في اللقاء معك، بالعكس يعني رحب وقال القناة الرياضية، أثنى على القناة الرياضية، هو إنه ابن من أبناء البلد ويفخر بالقناة الرياضية وعلى تم استعداده. وكل اللقاءات اللي كانت شاهدتها الأستاذ أحمد عيد كان شفاف فيها، أكثر من هذا الشفافية إنه يتحدث إن علق على قضية خالد ببطين رئيس لجنة الانضباط الجديد، وتحدث إنه إن معيار هو الكفاءة وما يملك الشخص من سيفي ومن خبرات، لا ينظر إلى ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي أو من يؤول هذا الشخص للنادي الفلاني أو النادي الفلاني. طيب. تحدث عن محمد النويصر ورحب فيه رغم إنه ما حد تقدم لحد الآن، وأعتقد إنه يعني بيواجه إذا كان أبو رضا يعني عازم أن يدخل سباق الأربع سنوات المقبلة، أعتقد أنه سيواجه صديق ومنافس قوي محمد النويصر بخبراته الكبيرة في الرياضة السعودية. طيب أبو خالد، أختم معك الموضوع هذا. أبو خالد، أنت تحدثت عن شفافية الأستاذ أحمد عيد وانتقدته في عدم وجود شخص يعني يناسب العمل أو شخص مناسب للعمل في لجنة الأخلاق والقيم. طبعا هناك من يرى أن شهادتك في أبو رضا يعني شهادة مجروحة بحكم أنك يعني أحد أبناء أو أحد المنسوبين للاتحاد السعودي لكرة القدم. ولتكن شهادة مجروحة، أحمد عيد عرف في الوسط الرياضي كله بأخلاق العالي، نختلف نتفق على أسلوبه في الإدارة الاتحاد هذا أمر آخر، لكن أحمد عيد ونوايا أحمد عيد وشخصية أحمد عيد وما حد يختلف عليه أنه من الشخصيات المحببة لكل رياضي، حتى لو كنت أنا الشخص المقرب أو الشخص الذي عمل معه وهذا أفتخر فيه، لكن أحمد عيد كشخص لا، شخص راقي في تعامله في أخلاقه، لا تصدر منها الكلمة البذيئة، لا يتحمل كلمات بذيئة من أطراف يعني حقيقة لا وزن لهم في الرياضة، ومع ذلك يتحمل ويظهر بشكل جميل جدا، يعطيك انطباع أن هذا الشخص بالفعل يمثل النموذج للرياضي السعودي. هذا من ناحية الشخصية. من ناحية الرياضية نتفق أنا ونختلف نحن على سياسته، هذا أمر آخر، لأنه لا يمكن يأتي رئيس اتحاد كرة يعني يرضي الجميع، لأن المصالح متضاربة، فاللي يرضي الهلال لا يرضي النصراوي، اللي يرضي الاتحاد لا يرضي الأهلاوي، هذه اختلافات طبيعية جدا في الوسط الرياضي من ناحية. لكن أنا بعرج لنقطة مهمة جدا قالها أخوي ناصر، جزء منها أتمم له وأصدق عليه، والجزء الآخر أختلف معاه. الجزء اللي أختلف معاه أنا عن يقين تام بأن من يدير الآخر الإعلام، بعض الإعلام الأهلاوي هو من يدير إدارة النادي الأهلي، وليس إدارة الأهلي هي من يدير الإعلام. هناك بعض الإعلاميين مؤثرين جدا تأثير كبير على إدارة الأهلي، وربما بعضهم يعني ربما نفوذ الإعلامي أكثر من نفوذ الإداري وخبرتهم في إدارة الأندية، فهذا عامل قب كبير في النادي الأهلي. لكن لما ترجع لبعض الإعلاميين الأهلاوية أصحاب الخبرة الأهلاويين الراقين تجد تطروحاتهم مختلفة تماما عن هذا الجانب، ربما يكونوا يحذرون من يحذرون صناع القراءة في النادي الأهلي من هذا السياسة التي ربما يتبع ثمنها زي ما ذكرت هو الفريق كرة القدم. طيب نرجع النقطة الأخيرة، تصديق لأخوي كلام ناصر أن محمد النواصر بالفعل هو شخصية ربما لو دخلت مع أحمد عيد في منافسة على رئاسة الاتحاد يكون له يعني وضع كبير جدا، لما يملكه الخبرة والدراية والنجاحات السابقة التي سجلها في كل موقع عمل به. طيب لو خيرت أبو خالد بإيجاز، لو خيرت بعمل أن تكون قائدا لحملة انتخابية للأستاذ أحمد عيد أو للأستاذ محمد النواصر، من تختار منهم بإيجاز؟ أعتذر عن الجميع صراحة. طيب بعلق بس أوجز تكفى ناصر، بعلق بس في قضية أحمد عيد ما اختلف عليه، لكن أخطاء أحمد عيد في الفترة الماضية كرئيس اتحاد في عمل لجان المصالح مختلفة، ولكن القانون أعمى، لا يعرف خالد ولا ناصر ولا حسين. طيب. هذا مشكلة أحمد عيد، أن اللجان لديه لم تطبق القانون في كثير من الأمور. طيب ننتقل إلى الخبر القادم مشاهدي الكرام، ونعتذر عن الإطالة في هذا الموضوع الذي أخذ فعلا وقت طويل من هذه الحلقة، ولكن ما تحدث به الضيوف يعني كان كلاما جميلا وشيقا
استحق أن نأخذ هذا الوقت الكبير من هذه الحلقة. صحيفة اليوم، خبرنا القادم. كشف قصة هوارد ويب المهنة المال سبب عدم الاستعانة بالحكم الخامس. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة اليوم هو من خلال تصريح أو لقاء أجري مع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عمر مهنة، والذي تحدث فيه عن عوائق تطبيق الحكم الخامس في المنافسات السعودية يعود إلى الأمور المادية بالدرجة الأولى فقط. وقال: نحن لدينا مشكلة في مستحقات الحكام، وتأخير مستحقات الأندية هو سبب تأخير مستحقات الحكام، وجاء ذلك بعد أن وقررنا اقتطاع مكافآت الحكام من حقوق الأندية من الموسم الماضي، وزاد: جميع الاتحادات الخليجية لا تدفع مكافآت الحكام بشكل فوري، وهذا الأمر معلن أمام الجميع وليس سرا بل يجب أن يعرفه الجميع. وعرج عمر المهنة رئيس لجنة الحكام في حديثه عن مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإنجليزي هوارد ويب، رافضا في الوقت نفسه أن يكون الإنجليزي قد أبدى استياءه من مستويات الحكام في المنافسات السعودية لكرة القدم. وقال المهنة: لم يبدي هوارد ويب استياءه من مستويات الحكام، وآراء ومحللي التحكيم ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، وتابع: اجتمعنا بالحكام وأعطيناهم بعض الملاحظات، وبعض أخطاء الحكام غير مقبولة ولكنها ليست بالصورة التي تم تضخيمها. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة اليوم هو ثاني عناويننا في هذه الحلقة. أبو الوليد، يعني الكلام الذي ذكره الأستاذ عمر مهنة، الكابتن عمر مهنة، يعني فيما يتعلق بالحكم الخامس، سبق وأن خرج معنا في مداخلة هاتفية وتحدث عن هذه النقطة، وأكد بالفعل أن ما يتعلق بعدم وجود الحكم الخامس هو أمر يعود إلى الأمور المادية، وقال: ليس لدينا القدرة في مكافأة أربع حكام، فما بالك أن نضيف لهم حكم خامس؟ عذر غير مقبول. يعني ترى من عمر مهنة يعني كان في إعلانات، يعني أعتقد في إعلانات على قمصان الحكام، يعني بالإضافة أن المفترض أن يقتطع جزء من دخل المباريات للحكام. لكن أين عمل لجنة الحكام سواء مع اتحاد القدم أو الرابطة؟ يعني أنا أستغرب أن استقطاع جزء من دخل المباريات، المفترض أن يكون في اتفاقية أو التزام من الرابطة فيما يخص دوري عبد اللطيف جميل، وأيضا اتحاد القدم فيما يخص بقية المسابقات لتحديد مكافأة الحكام وصرفها في وقتها. هذا أمر. الأمر الثاني حديثة عن الأخطاء، بكل تأكيد الأخطاء جزء من اللعبة. هل ضخمت؟ إعلاميا في كثير من الأخطاء ضخمت، يعني أنا عجبني جهاد حسين لاعب التعاون، يعني حديثة بعد مباراة الهلال عن الحكام عندما سؤل عن اشتباه ضربة الجزاء له في آخر مباراة، وتحدث قال لحد الآن يعني بعد مباراة يعني سمع حديث عن أن هي ضربة جزاء أم هي غير ضربة جزاء، قال: الحكم يتخذ القرار في جزء من الثانية، ونحن نجلس في برامج كثيرة نحلل هل هي ضربة جزاء، الكرة خرجت لم تخرج، الوضع القانوني أوفسايد ما هو أوفسايد. فبالتالي أعتقد أن في أزمة في الوسط الرياضي من الحكام، يعني ممكن أنا مع الحكم السعودي رغم يعني ما يوجد لديه من أخطاء، وأتابع الدوريات العالمية أشاهد أخطاء كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي، في الدوري الإسباني، في الإيطالي، في الألماني، لا 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 تضخم بهذا الأمر. أيضا استمعت لحديث لهارد ويب مساء البارحة في بعض البرامج، وتحدث إن هو من يختار الحكام، وهو من يقيم أخطائهم ويتابعهم، وبالتالي معياره على ما يديه الحكم هذا الموسم وليس على المواسم الماضية. طيب أبو خالد، حديث عمر المهنة تحدث في عدة نقاط كان من أبرزها ما ذكرناه قبل قليل للزميل ناصر، أيضا تحدث أن لم يكن هناك استياء من هوارد ويب حول مستويات الحكام، وتحدث أن يعني اجتمعنا بالحكام وأعطيناهم بعض الملاحظات، وطبعا قلل من بعض الآراء التي تخرج بها القنوات الرياضية من خلال محللي التحكيم، وقال: ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، ويرى أن هذه الأخطاء تم تضخيمها. حقيقة يعني بالنسبة للنقطة الأهم في هذا الموضوع اللي هي مسألة أن المادة أصبحت عائق أمام وجود حكم خامس، هذا عذر زي ما قال أخوي ناصر غير مقبول نهائيا، لأنك عندما تريد تطوير الحكام وعندك برنامج تبغى تطوره وتبغى تعمل عليه لابد أن تقاتل من أجل تنفيذه.
استاذ عمر مهلنا يعني من الشخصيات اللي الحريصه جدا على تطوير لجنه الحكام ويعمل يعني في كل الاتجاهات من اجل تحقيق هدفه. بالتالي طالما ان هذا هدف لابد ان يكون هناك اصرار كبير من عمر المهنا على توفير الماده. الاتحاد السعودي الان ربما هذا تحسب للاتحاد السعودي انه من ناحيه الماديه عالج كثير من الديون واصبح الاتحاد لا ديون عليه، وايضا له مداخيل يعني عاليه. المفترض يعني ان يكون هناك من الاستاذ عمر المهنا من خلال التنسيق مع رئيس الاتحاد او الامين العام للاتحاد ورابط الدوري المحترف يكون هناك مبلغ مخصص، حتى لو ادى الامر الى رفع هذا المبلغ، زيادة هذا المبلغ للحكام، لأن الحكام عنصر مهم في تطوير كرة القدم. فمتى ما استطعت تطوير الحكام أنت طورت جزء كبير من 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 مفهوم أو من متعة كرة القدم، لأن الأخطاء الحقيقية اللي واكبت المباريات السابقة كانت أخطاء يعني غير مقبولة، يعني نسبة عالية جدا. قد يكون هناك الحكم يخطئ صح، لكن مو بهذا الشكل في كل مباراة أخطاء يعني واضحة وضوح كبير. يعني صحيح أن هناك اختلاف في الوسط الرياضي على أن هذا الأخطاء من مثلا من محلل تحكيمي من برنامج لبرنامج ما يتفقون، ربما هذا احنا نتفق معه نقول هذا اجتهادات، وهذا اذا كان الحكم اتخذ في ثانيه وهؤلاء المحللين بالساعات وباعاده اللقطات ومع ذلك مختلفين، لكن في اخطاء الجميع اتفق عليها ان هناك اخطاء تحكيميه. والسبب انا احمله ادارات الانديه، الضغط الكبير على الحكم، الاعلام، الضغط المباشر من اجل التأثير عليه قبل أي مباراة يخوضها فريق، لأن احنا وجدنا أصبح الإعلام ورئيس الأندية، وهذا بسبب أيضا نقص الوعي الرياضي لدى هؤلاء، إنك عندما يعرف اسم الحكم تبدأ من خلال تويتر، من خلال إعلام معينين، الضغط الحكم، البحث في الماضية، حالة إظهار سلبياته، وإن هذا الحكم مثلا يميل للفريق الثاني وإن مواقفه كثيرة، فأصبح هناك شحن للحكم مما يؤثر عليه داخل الملعب. لكن شاهد الحكم السعودي عندما يحكم خارجيا تجد حكم واثق في قراراته، حكم جيد يعني على اعلى مستوى، والدليل فوز الاستاذ فهد المرداس بافضل حكم اسيوي. لكن محليا فهد المرداس ايضا مخفق، فبالتالي لابد ان يعالج الامر ليس في الحكم نفسه بقدر ما هو في منظومه العمل الرياضي. طيب. الانديه تبحث دائما من اجل ضغط الحكم وهز ثقته في نفسه من اجل الرضوخ اللي مثلا الاخطاء المشكوك فيها، اما ان يكون لا يحسبها على ناديه او يحسبها للنادي. طيب هذه الاشياء، هذه اشياء مؤثره جدا لا يتحملها الحكم ولا يتحملها لجنه الحكام ولا الاتحاد السعودي. طيب انا ابو خالد، المجتمع الرياضي بشكل عام. ابو خالد انا بسالك في النقطه هذه ولا تجاوب بايجاز، ايهم اكثر تاثير وضغط على الحكم، الاعلام ام لجنه الحكام؟ لا الاعلام. الاعلام اكثر. الاعلام اكثر تاثير سلبي على الحكام. تتفق معه؟ بكل تاكيد. عندنا المشكله، انا يمكن تحدثت كثيرا في هذا الجانب، أنا إعلامي وأؤكدها أن الإعلام أحد أسباب إخفاق الكرة السعودية تحديدا، سواء حكام أو حتى منتخبات، حتى في المنتخب لما يشارك منتخب كم اخترته من الهلال كم اخترته من النصر. طيب. المشكلة إعلامية بدرجة أولى، بالإضافة إلى رؤساء الأندية. أنا حسين، رؤساء الأندية يمارسون ضغوطات مهولة جدا على الحكام. طيب. وارجع واطالب بعدم وجود اي رئيس نادي في ارضيه الملعب. طيب خلينا ننتقل الى الخبر القادم معنا مشاهدينا الكرام في صحيفه الوطن. في صحيفه الوطن، الزعيم يستعيد العابد وخطه سيدني تجهز القلعه. طبعا هذا الخبر جاء فيه تأكد دخول حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خالد شرحيل وزميله لاعب الوسط نواف العابد في تدريبات فريقهما بداية من اليوم بعد تلقيهما توجيهات مدربهما اليوناني دونيس، حيث واصل الثنائي خلال الفترة الماضية برنامجهما التأهيلي المعد مسبقا. من جهة أخرى، علمة الوطن أن المدرب السويسري كريستيان جوريس وضع خطط تكتيكية للقاء الهام تتمثل في تغيير بعض مراكز اللاعبين واللعب بطريقة مختلفة بعدما واجه العديد من الانتقادات بسبب تكرار أسلوب لعب الفريق رغم تفاوت قدرات المنافسين. وفي ظل غياب المهاجم الهداف عمر السومة، ربما يلجأ السويسري إلى الاعتماد على نفس الأسلوب الفني الذي تبعه مدرب فريق سيدني الأسترالي عندما لاقى الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر أن يكون المحترف اليوناني فيتفا أحد العناصر التي سيعتمد عليها جروس بعد عودته إلى جدة قادما من بلاده، حيث توجه إليها للكشف على إصابته لدى طبيب منتخب اليونان للتأكد من سلامته وجاهزيته. أبو خالد، يبدو أن لقاء الهلال بالأهلي أو الأهلي بالهلال يعني اشتعل منذ البداية، الأجهزة الفنية الآن تستعد لتجهيز لعبتها لهذا اللقاء.
نعم صحيح، احنا اليوم امام فريقين هما الافضل في الساحه الرياضيه من ناحيه العناصر. لو نظرنا ان الاهلي 8 لاعبين المنتخب الاول، الهلال هو النادي الذي يلي الاهلي في عدد اللاعبين في المنتخب، يمكن 6 أو 7 لاعبين. من ناحيه عدد النقاط، الهلال المركز الاول، الاهلي المركز الثاني. من ناحيه المتعه في الملعب، الاهلي والهلال بالاضافه للتعاون. لكن الاهلي والهلال هم الفريقين اللي هم الاكثر ترشيحا لهذا الموسم بان يكونوا هم فرسان الرهان للدوري السعودي. امام هذه المعطيات وامام هذه النتائج الجيده للفريقين، اعتقد احنا موعدين ان شاء الله تعالى بمباراه مفتوحه من الفريقين، نشاهد ان شاء الله تعالى تكون مباراه من اجمل مباريات الموسم. الهلال لا شك انه فريق متمرس في مثل هذه المباريات. اداره الهلال تجيد عمليه عزل الفريق عن المؤثرات الخارجيه كالاعلام والجمهور. ربما لعيبه الاهلي هم اكثر يعني تحت الضغط بشكل كبير جدا من قبل الجماهير ومن قبل الاداره ومن قبل الاعلام. مدرب الاهلي حقيقه من المدربين اللي انا معجب فيه جدا، مدرب لا زال يحفظ امكانيات كل لاعب لديه. صحيح بعض هناك بعض النقد واجه لهذا المدرب، لكنه كان وفق الامكانيات المتاحه للفريق. الاهلي الان لا يستفيد من 50% من اللاعب الاجنبي. العنصر الاجنبي عند الهلال فعال بشكل كبير جدا ومؤثر في النتائج. احنا شاهدنا ادواردو، شاهدنا الميدا، شاهدنا ديغاو، حتى ديغاو لما غاب اثر كثير على الهلال. من خلال هذا الخبر اتصور ان عوده خالد شراحيلي ونواف العابد للفريق الهلالي حتضيف له قوه اضافيه للمباراه. خالد شراحيلي من اهم العناصر، يعني هو الحارس اللي تنطبق عليه مقوله الحارس نصف الفريق. فخالد شراحيلي في الهلال وفي المنتخب ايضا تاثيره كبير جدا، وحارس متمكن ربما يساعد كثير ويبحث طمانين لخط الدفاع في حاله وجود حارس بقيمه وامكانيات خالد شراحيلي. نواف العامد غني عن التعريف. في المقابل الاهلي صراحه يعاني من ظروف النقص من حيث الاصابات، من حيث الغيابات والتوقيف. لاعب مثل عمر سومي يمثل قوه ضاربه في الاهلي لا يشارك. اللاعب اليوناني صحيح امكانياته عاليه لكن استفاده منه داخل الملعب استفاده محدوده. انا اتفق مع الخبر انه ممكن يكون هناك اعداد خاص حسب مصادرنا في النادي الاهلي لهذا اللاعب، على الاقل تقدير 15 دقيقه الاخيره يكون متواجد في هذه المباراه. مهند عسيري مطالب بني يعني يحل كثير من الفرص امام المرمى، لان مهند عسيري غايب فتره طويله، وبالتالي ومشاركته ونظره الجمهور له انه بديل لعمر سومه حتكون ضغط كبير للاعب. فتصور ان المباراه حتكون من اجمل المباريات واتمنى كذلك. ايضا اتمنى التوفيق للتحكيم، اتمنى التوفيق للاعلام بعد وقبل المباراه، لا يكون هناك تجيش برضه حيقول لك الاتحاد السعودي وحيقول لاي فريق يخسر او اي فريق تضرر، لانه ما في احد يتعمد ضرر للاخر. ان شاء الله تعالى احنا كمجتمع رياضي نستمتع بمثل هذه المباراه، ونتمنى ان تكون كثير مباريات مثل الاهلي والهلال لان هم الافضل فنيا والاكثر قدره على استمتاع الجمهور الرياضي. طيب ابو خالد بايجاز، طبعا انا استعرضت بعض التغريدات او غالبيه التغريدات الموجوده هنا، واضح انه فيه زعل كبير من خلال كلامك عن النادي الاهلي. اذا كان هناك لديك ما توضحه حول ما ذكرته عن النادي الاهلي تفضل ويلت بايجاز. والله ما في زعل، بس انا اشوف يعني خساره فريق بالاداء اللي نشاهده فريق الاهلاوي ان يكون هناك عمل اعلامي ربما يؤثر كثير عليه. فريق الاهلي كعناصر وكجهاز فني وكمنظومه داخل الملعب فريق ممتع جدا، انا اخشى عليه من الاعلام الاهلاوي، لان الاعلام الاهلاوي قاعد يسخر، وليس اعلامي كله. يعني بعض الاعلاميين يعني في الاهلي يعني مميزين ورموز الاعلام الاهلاوي، لكن اتكلم من يبحث عن صنع مجد شخصي على حساب النادي الاهلي، انا هذا اللي اخشاه، والايام حتثبت صحه كلامي في هذا الجانب. هناك من يبحث عن مجد شخصي على حساب النادي الاهلي من الاعلاميين، لكن بشكل عام انا بالنادي الاهلي انا اعتبر من الانديه التي من يعني من الانديه الكبيره في المملكه وفريق بطل، ويكفي انه في 8 لاعبين منتخب ما في شيء، لكن انا اتوقع الشحن الكبير هو الذي الاحتجاجي او نقدي هو بخصوص هذا الشحن وتاثيره على الفريق. طيب شكرا ابو خالد. ابو الوليد، قبل ان تتحدث عن هذا الموضوع ويا ليت توجز حتى نتمكن من اخذ بقيه العناوين، هاني انور يقول ناصر الغربي صحفي رياضي ثقافته ومصداقيته حتمت عليه ان يقول الاعلام هو من اثر على الحكام، اتمنى ان اشاهد الصحفيين كناصر الغربي. طبعا هذه اشاده ما لها اي علاقه في ما لها اي علاقه شكرا هاني ما لها علاقه بالسؤال اللي راح يطرح عليك. الهلال والاهلي مواجهه منتظره اشتعلت في الصحف، اشتعلت ايضا في تدريبات في وسائل التواصل الاجتماعي. انا بتابع يعني حتى يعني فيه شحن كبير. انا مع عنوان الوطن، يعني اذا رغب الاهلي ممتع، ومشكله الاهلي يلعب باسلوب الهلال اللعب المفتوح. جروس لا ما عنده القدره على وضع خطه دفاعيه،
يعني حتى في دوري ابطال اسيا عندما خرج امام الفريق الايراني كانت مشكلته انه لا يستطيع ان يحافظ على مرماه. طيب فبالتالي اعتقد ان جروس اذا لم ينجح في رسم خطه دفاعيه واللعب على الهجمه المرتده واستثمار انصاف الفرص وليس تحت الفرص في غياب عمر السومه يجب على الاهلي لعيبه ان يستثمر انصاف الفرص. طيب انا بسالك سؤال اعلامي يعني خلينا من الجانب الفني، يعني الزميل حسين قال ان الاعلام الاهلاوي ممكن يؤثر على الفريق الاهلاوي في نتائجه. يعني يؤثر هو انا السؤال اللي انا بسالك اياه يعني الان هل الاعلام الهلالي اذا جاز التعبير معني انا ضد كلمه اعلام هلالي واعلام نصراني لا موجود يعني الحقيقه يعني موجود. هل الاعلام الهلالي يعني من خلال متابعتك لما كتب عن الهلال هل هو بالفعل يعني في صف في جانب الفريق يدعم الفريق في تحقيق النتائج عكس الاعلام الاهلاوي زي ما تفضل الزميل حسين؟ بكل تاكيد انا اعتقد ان الاعلام الهلالي لعب دور مهم جدا بالاضافه لاداره الامير نواف بن سعد. انا يعني من الاشخاص المعجبين في الامير نواف من عمله في الفئات السنيه في المنتخبات السعوديه. اعتقد ان الاعلام الهلالي نجح في اخراج الهلال من كثير من المآزق وخاصه ضد المدرب اليوناني، وبالتالي لاعب دور الاعلام الهلالي لعب دور كبير جدا في ابقاء الوضع الايجابي في الفريق سواء مع المدرب مع اللاعبين. حتى يوم اوقف خالد شراحيلي الاعلام الهلالي ما وقف في صف اللاعب رغم المباراه المهمه، كان مع الاداره مع المدرب، خرج الفريق من اسيا. بس بعد الهزيمه كان هناك مطالبات قلت انا اقول انا اقول لك ما بكل الاعلام، يعني الاعلام الهلالي بالعكس يعني كان واقف مع المدرب مع الاداره حتى بعد الخروج الاسيوي. طيب. فلعب بشكل كبير الاعلام الهلالي، الاعلام الهلاوي بالعكس انا اعتقد ما يحدث للاهلي الان. تتفق مع حسين؟ بكل تاكيد وحمل قبل الاعلام الهلاوي الاداره الهلاويه اخطاء اداريه قبل ان تكون اعلاميه. طيب خلينا ناخذ الخبر القادم مشاهدينا الكرام معنا في صحيفه الاقتصاديه. مندوب الاتحاد ينتظر تسويه الخلاف بتركيا مفروض بعشرة ملايين. طبعا كشفت مصادر ان مستحقات المدرب الروماني بتركيا فرضت على اداره نادي الاتحاد اعادته مره اخرى ليكون بديلا عن مواطنه بولوني رغم اقالته قبل سته اشهر لعدم قناعتها بما قدمها مع الفريق. واكدت المصادر نفسها ان خلافا نشب بين صناع القرار الاتحادي حول عوده بتركيا، ولكن مستحقاته البالغه 10 ملايين ريال جعلته خيارا اول لتفادي عديد من الاشكالات الماليه حال التعاقد مع مدرب اخر. وينتظر مندوب الاتحاد الموجود في رومانيا الضوء الاخضر من قبل اداره ابراهيم البلوي لانهاء ملف المدرب بعد ظهور الخلاف عليه. رغم تحديد وصوله فجر الخميس المقبل يشار الى ان منصور البلوي غير راضي على خطوه اعاده بتركيا مره اخرى ويسعى الى ايقاف الاتفاق المبرم بين الاخير وشقيقه ابراهيم رئيس النادي، حيث يطالب باستمرار المدرب المصري عادل عبد الرحمن في قياده الفريق حتى يجهد البديل. وكانت إدارة النادي قد رضخت للشرطين اللذين وضعهما بتركيا قبل العودة مجددا لقيادة فريقه، وهما عدم التدخل في عمله سواء من رئيس النادي أو المشرف العام على فريق كرة القدم، والآخر هو صاحب القرار في اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين وإبعاد ما يراه غير مناسب للاتحاد. ابو الوليد يمكن في السطرين الاخيره اللي قراتهم في الخبر يعني زبده الاستبعاد او عدم اتفاق بتركيا مع شروط بتركيا. اعتقد ان لن نقبل بها لا ابراهيم البلوي ولا منصور البلوي عدم التدخل، فبالتالي احنا عرفنا يعني رؤساء الانديه والمشرفين حتى على كره القدم الانديه لا يتركون المدرب يعمل باريحيه، يمارسون احيانا الضغوط واحيانا الضغوط الجماهيريه تنتقل الى انا اعرف بتركيا يعني مدرب صارم يعني كان المفترض انه ما يرحم الاتحاد لكن رضخت الاداره ورحل بسبب الضغوطات. انا ما انصح الاتحاد ان يعود بتركيا لانه سيرجعون نفس الدوامه. طيب البحث عن بديل افضل، اعتقد انه استمرار عادل بدا مع الفريق كويس حقق نتائج ايجابيه امام الشباب، استمراره مع الفريق في الفتره الحاليه ايجابي للاتحاد، البحث عن مدرب جديد حتى ما نعود لعودة بتركيا. طيب ابو خالد يعني عودة بتركيا الى نادي الاتحاد من خلال هذا الخبر ستحجم دور الاستاذ ابراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد وايضا الاستاذ منصور البلوي المشرف العام على كرة القدم. اول انا بتكلم عن بتركيا في حضوره السابق للنادي الاتحاد، اتصور ان بتركيا
تصنيفه وتقييم مرحلته منقسم الى شقين. الشق الاول ان بتركا في نصف المده اللي تقضاها في نادي الاتحاد كان عمله كبير جدا، وشاهدنا يعني مستويات نادي الاتحاد مختلفه تماما وانضباطيه داخل الملعب وخارجه. كان الفريق يسير باتجاه تصاعدي الى ان التوقف الاخير اللي صار في جبل علي، ومن ثم الفريق شاهد نوع من انتكاسه، وبعد بدا الانفلات في الفريق من لاعبين، من حتى المدرب شخصيا بدا يتنازع عن بعض المهام التي كان هو مؤمن بها او المبادئ في عمله كمدرب، تنازل عنها في سبيل ان يعمل توافق بينه وبين اللاعبين. هذا التوافق الذي لم يحدث اصبح عبء على مدرب الفريق وعلى اللاعبين، فبالتالي شاهدنا الاتحاد في نهايه الموسم الماضي مع هذا المدرب في وضع سيء جدا. فاذا كان المساله عودة بتركة بعد الاستفادة من الأخطاء اللي صارت في العام الماضي، أنا مؤيد الرجوع هذا المدرب، مدرب مشهود له بالانضباطية، مدرب يعني اسم كبير، يعني صعب أنك تزايد عليه بمدرب آخر سواء كابتن عادل عبد الرحمن أو خلافه. لكن إذا كانت بنفس السيناريو اللي تكرر العام الماضي، فأفضل الاتحاد أن يبحث مدرب بدل مضيعة الوقت في هذا الجانب. طيب خلينا نبدأ السيناريو. ما هو السيناريو اللي كان تكرر العام الماضي؟ يعني هل بالفعل تؤكد ان هناك تدخلات من قبل الاستاذ ابراهيم البلوي والاستاذ منصور البلوي في عمل بتركا؟ ما حد يقدر يستطيع ان يقول هناك تدخلات ما لم يصرح بها المدرب. نحن طيب كلنا يعني طيب نشعر ان هناك تدخلات ابو خالد كمجتمع اعلامي. الشروط التي وضعها المدرب يعني لا تعتبر تصريحا له ان صح الخبر. ان صح الخبر هذا شروط مدرب يحترم عمله سواء بتركا او خلافه. سواء أي مدرب يحترم عمله لابد أن يضع هذا في الاعتبار، وخصوصا أنه جاي للسعودية ومعروف عن تدخلات رؤساء الأندية في عمل الفني. أنا أتصور شخصيا بتركة من خلال تجربته الماضية أكيد أنه حيكون هناك في بعض الشروط التي تحفظ حقوقه في نادي الاتحاد أو تحفظ مسيرته كمدرب في نادي الاتحاد. لكن يجب على نادي الاتحاد إذا كان هم مقتنعين تماما، أنا أتكلم هنا على المستوى الإداري، إذا هم مقتنعين تماما بهذا المدرب وهذا قدرات المدرب أن يمنح صلاحية كاملة، لأن حقيقة ما شاهدنا الاتحاد الموسم هذا لم يظهر الاتحاد الذي عهدناه بطل، وعهدناه بطل آسيا وبطل الدوري، فريق بلا هوية، فريق مفكك، فريق يلعب باجتهاد لاعبين فقط. روح الاتحاد إذا حضرت حق نتيجة إيجابية، وإذا ما حضرت أصبح فريق بشع فنيا داخل الملعب في جميع مباريات. حتى هو انتصر على الهلال لولا الروح التي لعب بها لاعبين الاتحاد ما كان الاتحاد يستطيع أن يحقق هدف واحد في مرمى الهلال. لكن روح اللاعبين وبشكل فردي هم أثر، يعني بلوري مع احترامي الشخص له كان يعني مدرب يعني ساعد في تفكك الفريق أكثر من تجهيزه للموسم. أي مدرب تحضر في منتصف الموسم وهو لا يمتلك خلفية عن الفريق، أنا أعتقد إنها خيار غير جيد. فبتركة ربما يكون من ضمن الخيارات التي وضعتها إدارة الاتحاد وخصوصا إبراهيم البلوي، إن مدرب عنده خلفية كاملة عن اللاعبين، مدرب يعني أمضى وقت طويل مع اللاعبين ويدرك إمكانياتهم، وأنت الآن في معمعة الموسم تحتاج إلى مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين. النقطة الأهم من هذا إن معظم اللاعبين الاتحاد اللي استقطبهم في نهاية الموسم، أقصد بهم ياسين حمزة، رياض الإبراهيم، أحمد الناظر وخلافه من اللاعبين، كانت باختيار من المدرب بتركة، بالتالي طيب هو يعرف إمكانياتهم لذلك تم اختيارهم. طيب أتمنى من إدارة الاتحاد أن تمنح هذا المدرب كامل الصلاحية، ولا يكون هذا الخبر صحيح في مسألة أن هناك تدخلات سواء من منصور البلوي أو من إبراهيم البلوي أو هناك خلاف حول المدرب هذا. طيب لأن لو في خلاف بين منصور وإبراهيم على المدرب هذا لن ينجح مهما كان إمكانيات هذا المدرب. طيب في لك إضافة؟ إيه بس 30 ثانية. بذكر بس حسين يعني مشكلة جبل علي كانت بسبب عودة محمد نور وحمد المنتشري إذا تذكر، يعني كان بتركة ماشي كويس لما رجع محمد نور وعادوا حمد المنتشري الاتحاد وبتركة ضاعوا كلهم، وبالتالي أعتقد أن بتركة لن يكون نافعا ومجدا للاتحاد في فترة مقبلة. إذا كل الشكر مشاهدي الكرام لضيوف الكرام الذي كان معنا في هذه الحلقة. كان معنا في الاستوديو الزميل ناصر الغربي الإعلامي الرياضي، شكرا لك ناصر. شكرا لك خالد، شكرا للزملاء في برنامج القناة الرياضية. وجودك في القناة الرياضية وجودك في برنامج عالم الصحافة أكبر دليل على أن القناة الرياضية يعني ليس لديها أي خلافات مع أي إعلامي من خلال ما ذكرته في بداية الحلقة. لا أنا أكد لك، أنا قلت لك يعني أشخاص كانوا في القناة سابقا الله يسر عليهم، لكن هي قناة الوطن وإحنا أبناء الوطن. الشكر أيضا موصول للزميل حسين الشريف الإعلامي الرياضي من جدة، شكرا لك أبو خالد. الله يعطيك العافية، أشكرك خالد شخصيا، وأشكر أخونا وحبيبنا ناصر الغربي، وأشكر كافة فريق عمل البرنامج، وأتمنى أن يكون يعني وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وتظل وجهات نظري يعني
واختلاف وجهات النظر لا يفسد الود القضية بحول الله. الله يعطيك العافية، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. الشكر أيضا موصول لمن ساهم في إنتاج هذه الحلقة، سواء من الإعداد الزميل مصعب العمار والزميل زياد العصيمي، ومن الإخراج الزميل فهد العتيبي. حتى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج عالم الصحافة، دمتم بخير، إلى اللقاء.